Dear First Prep students, it's my pleasure to welcome you all to a new lesson of English which is entitled On Land and Sea. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية بعنوان On Land and Sea. Lesson 6 Part A Reading هبدأ هنا بال vocabulary list. Reflect معناها منشور. A printed sheet of paper containing information or advertising and usually distributed free يعني ورقه مطبوعه تحتوي على معلومات او اعلانات وعاده ما توزع مجانا event معناه حدث a planned public or social occasion حدث تم التخطيط ليه بطريقه مسبقه ويكون عام او مناسبه اجتماعيه gloves قفازات a covering for the hand having separate sections for each of the fingers and the thumb يعني حاجه بلبسها على ايدي فيها مكان لكل الصوابع لوحدها والثمب اللي هو الابهام poster ملصق a usually large printed sheet that often contains pictures and is posted in a public place as to promote something ده شيت كبير مطبوع بيحتوي على شوية صور كده وبيتم نشره أو وضعه في مكان عام عشان أعلن عن وجود حاجة زي الإعلانات الموجودة في الشوارع بستخدمها علشان أعرض فيها منتج معين أنا عايزة الناس تعرفه هنا بيقول لي read the reflect and write the headings عايزني هنا أكتب عنوان للموضوع We must clean our beach لازم نقوم بتنظيف الشواطئ بتاعتنا West Beach Saturday afternoon 2 p.m. to 5 p.m تفتكروا إيه عنوان الكلام ده؟ هو هنا إداني المكان اللي هروحه وإداني الميعاد اللي هروحه What is the heading where and when is the event امتى وفين الحدث ده هيحصل فقلت له ويست بيتش وقلت له الميعاد rubbish bags gloves to protect your hands a bottle of water to drink and snacks to eat اكياس للقمامه قفازات عشان احمي بيها ايديا ازازه ميه عشان اشرب وحاجات خفيفه عشان اكلها Some people like listening to music on their headphones. وفي ناس كمان بيحبوا يجيبوا معاهم السماعات بتاعتهم. What is the heading? What do we need? احنا هنحتاج ايه؟ بيقول لي هنا 100,000 pieces of plastic rubbish on this beach. لقينا on this beach على الشاطئ ده اكتر من 100,000 قطعه من البلاستيك. one plastic bottle can stay in our environment for up to 1000 years تخيلوا إن البلاستيك ده ممكن يقعد 1000 سنة من غير ما يتحلل which is dangerous for animals and fish وده شيء خطير على الأسماك والحيوانات Why must we clean the beaches؟ هنا الهيدنج كان بيقول إحنا ليه لازم ننضف الشواطئ؟ posters around school and town هعمل بوسترز حوالين المدارس وفي البلده في البلده نفسها هلزق البوسترز حوالين المدارس وفي البلده ايميلز e to local جروبس هكتب ايميلات للجروبات للمجموعات المحليه سواء انا على واتساب مثلا اكتب لهم ايميل بحيث انهم ياخدوا الايميل ده يحطوه على جروب واتساب او فيسبوك مثلا Local راديو ستيشن اور نيوز بيبر هروح لمحطة الراديو المحلية أو هتكلم في الجرايد. تفتكروا إيه الهيدنج هنا؟ How can we tell people about our event؟ إزاي هقدر أقول للناس عن الحدث بتاعنا؟ فهو قال لك هنا ممكن نعمل بوسترز، نبعت إيميلات، نتكلم في الراديو أو نبعت للجرايد. Recycle it. Find a new use for it. Make art with it. يقوله له هنا يا اما هعيد استخدامه يا اما هلاقي وسيله جديده ليه او استخدام جديد ليه او هعمل بيه ارت اند كرافت هعمل بيه اعمال فنيه وات ذا هيدنج وات شود وي دو وذ ذا رابش وي فايند هعمل ايه بقى بالرابش اللي انا خرجته من على البيتش ده يا اما ريسايكل يا اما نيو يوز يا اما ميك ارت بارت بي ورك بوك هبدأ هنا بالرايتنج هيتكلم عندي عن رايتنج تبس oh, writing tip يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ايه الخطوات اللي ممكن اعملها عشان اكتب موضوع كويس؟ هتكلم هنا عن حاجه اسمها a concluding sentence يعني العباره او الجمله اللي بتختصر لي الموضوع كله. a concluding sentence summarizes the key points of your text. summarizes يعني بتعمل سامري بتعمل ملخص للنقاط الأساسية في التكست بتاعتك Always include a comma after phrases such as to conclude or in conclusion بيقولي هنا match the headings with the conclusions to these three different texts يبقى هو مديني تكست وعايزني أوصله بال بتاعته Keep it water clean Think before you use plastic material The Amazing Red Sea دول هنا اسمهم headings يعني عناوين رئيسية To conclude we must remember how long the plastic rubbish stays in our environment and we must use different materials when we can عشان اختصر لكم الموضوع او باختصار احنا لازم نفكر نفسنا قد ايه البلاستيك رابش دي بتفضل موجوده في البيئه بتاعتنا وان احنا لازم نحاول نستخدم مواد مختلفه كل ما استطعنا يبقى دي اول تكست بص معايا وافتكر كده وفكر ايه الهيدنج اللي ينفع معاه تعالوا نقرا نمبر 2 in conclusion وحطيت بعدها هنا القمه The warm waters are home to everything from tiny jellyfish to very big sharks. قالوا باختصار الميه الدافيه دي موطن لكل شيء بداية من الجالي فش صغير جدا تايني يعني very small لأسماك القرش الكبيرة تفتكروا هنا بيتكلم عن ايه؟ from the heading طب يلا نقرا بينا التالت to conclude the sea gives us much more than a place to go swimming so let's not make it dirty قال لهم باختصار كده البحر مش بس بيدينا مكان نعوم فيه او نعمل فيه سواننج فمن فضلكم بلاش نخليه متسخ كده احنا قرينا التكست فهمناها قرينا الهيدنجز وفهمناها يلا بينا نعمل ماتشنج نمبر 1 think before you use plastic material هنا فكر قبل ما تستخدم اي حاجه بلاستيك نمبر 2 the amazing red sea Amazing Red Sea اللي هو الورم ووتر البحر الأحمر بيتميز بمياهه الدافئة And the last one 3A Keeping water clean حافظ على المياه نظيفة Imagine that you went to the clean our beach day Write a paragraph about it in about 90 words بيقول تخيل كده إنك رحت في يوم تنظيف الشاطئ يوم كده اسمه Clean Our Beach، اكتب paragraph من 90 كلمة عن الموضوع ده، explain why the event was important ابدأ أول حاجة وضح الحدث ده مهم ليه، describe what you did and why، اوصف أنت عملت إيه وليه، write a conclusion that includes a final comment about the event، اكتب بقى كده اختصار أعمل سوماريز لكل الأحداث اللي حصلت في هذا الحدث. هبدأ بيقولي start with to conclude or in conclusion suggested answer every year thousands of tons of garbage went up in the in the oceans. بقول هنا إن مئات الأطنان من القمامة بتطير في المحيطات. with 60% of that being composed of plastic material. ونتكلم كمان ان 60% من الحاجات دي معموله من البلاستيك. Plastics especially last a very long time in the ocean. البلاستيك ده بيفضل فتره طويله جدا في المحيطات. Coastal cleanup day ده هنا اهو الايفنت اللي هو يحضره. Coastal cleanup day was established by the Ocean Conservancy. Established يعني تم تأسيسه بواسطة هيئة الحفاظ على المحيطات. مش احنا أخدنا conserve معناها يحافظ على؟ An organization that works to help protect the ocean from the challenges it faces every year. منظمة بتعمل على الحفاظ على المحيطات من التحديات التي تواجهها كل عام. we spend this day at the beach and carrying a roll of garbage bags. قضينا اليوم كله واحنا شايلين اكياس القمامه. Clean up the mess on the beach and help to reduce the amount of garbage that gets into the ocean. بقول هنا ان انا اليوم كله قضيته باكياس القمامه دي بحاول اني انظف الفوضى الموجوده على الشاطئ واساعد في اني اقلل كميات القمامه اللي بتنزل في المحيطات. هبدأ هنا أعمل conclusion هعمل summarize to the key points in my text وبقول to conclude the day and our aims in it that we should feel proud that we take part in keeping our environment clean باختصار الموضوع إن اليوم ده وأهدافنا فيه شيء يدعو للفخر إن إحنا بنشارك take part معناها بنشارك في حماية البيئة وجعلها نظيفة Now we have come to the end of this lesson, goodbye everybody and we will soon meet again to start a new lesson وبكده أعزائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس وإلى لقاء قريب مع درس جديد